بسم الله الرحمن الرحيم في هذه المحاضرة سنشرح النوع الخامس من انواع الكتابة وهو التلخيص واذكركم ايضا ان قد شرحنا اربعة انواع من انواع الكتابة وهي كتابة الرسالة، كتابة البحث، كتابة المقالة، وكتابة التقرير وفي هذا اليوم ان شاء الله تعالى سنتحدث عن كتابة التلخيص. نبدا درس اليوم ان شاء الله تعالى بالحديث عن تعريف التلخيص. التلخيص هو اعاده صياغه النص الاصلي صياغه جديده في عدد اقل من الكلمات والعبارات والجمل مع المحافظه على جوهر النص الاصلي والابقاء على معانيه وافكاره الاساسيه وهذا التعريف الحقيقه في غايه الوضوح للتلخيص اذا التلخيص يقتضي وجود النص الاصلي الذي سنقوم بتلخيصه ومن الامر الطبعي ان يكون التلخيص اقل من النص الاصلي بكثير بكثير كما سنرى بعد قليل، لذلك لابد ان تعيد صياغته بعدد اقل من الكلمات ولكن لابد المحافظه على جوهر النص، لذلك حين تاخذ جزء من النص الاصلي وتعيد كتابته فان هذا اجتزاء وليس تلخيصا، المراد بالتلخيص هو تقديم ملخص يغنيك عن قراءة النص الاصلي لانه ياخذ خلاصته، لذلك قلنا تلخيص هو ياخذ خلاصة هذا النص الاصلي ويعيد الصياغه من جديد بعبارات اقل بمعنى ان التلخيص يمكن ان يغني عن النص الاصلي فانت تقرا النص الاصلي وتعيد صياغته. طيب ما دام ان النص الاصلي موجود فما اهميه التلخيص؟ الحقيقه التلخيص له اهميه كبرى ولا سيما في زماننا هذا، هذا الزمان الذي حصل فيه انفجار معرفي واتصالاتي كبير جدا، لذلك مع هذا التسارع، تسارع ايقاع هذا الزمن، اصبح كل منا في حاجة إلى التلخيص، في حاجة إلى أخذ المعلومة السريعة الخالصة، لم يعد هناك وقتا للاستطرادات وقراءة آلاف الصفحات، لذلك أصبحنا في حاجة إلى تلخيص المعلومة لذلك الطالب في المرحلة الجامعية وما بعد الجامعية هو في حاجة كبرى إلى التلخيص إلى تلخيص المحاضرات التي يدرسها أن تدرس خمس ست سبع مواد أنت في حاجة إلى قراءة هذه المواد وتلخيصها من أجل استذكارها بيسر وسهولة لذلك عملية التلخيص في حد ذاتها هي عملية عقليه ذات نفع كبير للملخص نفسه اثناء قيامه بعمليه التلخيص لماذا لان حين نتحدث عن التلخيص فاننا لا نتحدث عن عمليه سهله او سطحيه وانما نتحدث عن عمليه عميقه جدا وهي اقسى واعمق من عمليه الشرح يعني لو ان عندك متن صغير وتريد شرحه فهذا اسهل بكثير من ان يكون عندك نص كبير وتريد تلخيصه وتقليصه. لذلك تامل معي هذه الخطوات وستتولد لديك القناعه التامه بان التلخيص ليس عملا سطحيا تافها، بل هو عمل علمي عميق جدا يحتاج في ادائه الى السير على خطوات علميه واضحه. لذلك خطوات التلخيص تبدا بقراءة النص الاصلي، انت اذا عندك كتاب في 300 صفحه وتريد ان تعيد تلخيصه فهذا يعني انك ستبدا بقراءة النص الاصلي قراءة عميقه، هذه القراءة العميقه تؤدي الى تحديد افكار النص ثم الى قسمه هذه الافكار الى افكار اساسيه وافكار ثانويه، لذلك عمليه التلخيص لا تبدا مع القراءة. وإنما يجب أن تبدأ أن تقرأ النص كاملا وأن تكون هذه القراءة مبنية على منهج هذا المنهج يستهدف تحديد الأفكار وتقسيم هذه الأفكار إلى أفكار رئيسة وإلى أفكار ثانوية ابتداءً ثم بعد ذلك انت ستركز على الافكار الاساسيه وتستغني عن الافكار الثانويه فستعيد كتابه الافكار الاساسيه في جمل قصيره واضحه لانك اذا نقلت الافكار الاساسيه من النص الاصلي وكتبتها كما هي فهذا ليس تلخيصا وانما يجب عليك اعاده الصياغه فانت تستورد المعلومه تستورد النص الاصلي وتعيد انتاجه مره اخرى الا انك اعدت انتاجه في عبارات قصيره واضحه تكتب بها الملخص بعد ان تكتب الملخص ستقوم بعمليه موازنه بين النص الأصلي وبين تلخيصه لتتأكد أن هذا التلخيص وهو هو في العادة يجب ألا يتجاوز ربع النص الأصلي ربع النص الأصلي بمعنى أنه إذا كان الكتاب في مئتي صفحة فيجب أن يلخص في خمسين صفحة ثم تسأل نفسك هذا السؤال هل استطعت في التلخيص أن تنقل إلى قارئ التلخيص الافكار الرئيسه التي يريد صاحب النص الاصلي ايصالها الى القارئ اذا كانت الاجابه نعم فهذا يعني انك قد لخصت الكتاب بشكل جيد التلخيص يا شباب بهذا ليس عمليه سطحيه ان تبدا بالقراءه تحديد الافكار، التمييز بين الافكار الرئيسه والافكار الثانويه، اعاده صياغه الافكار الرئيسه، ثم الموازنه بين الاصل وبين التلخيص، ثم بعد ذلك المراجعه والتدقيق، ثم وضع عنوان للملخص. والحقيقه ان التلخيص من الاعمال العلميه التي قام بها العلماء في التراث الاسلامي، فمثلا تفسير ابن كثير للقرآن الكريم من أهم كتب التفسير وقد قام كثير من العلماء يعني بتلخيص واختصار هذا التفسير فتجد مختصر تفسير ابن كثير، إذا كان تفسير ابن كثير في أربعة مجلدات فيجب أن يكون المختصر في مجلد واحد وتجد أن مثلا من تقنيات الاختصار اذا كان ابن كثير يقول في كل حديث يسرده قال فلان حدثنا فلان قال حدثنا فلان عن فلان قال حدثه فلان عن فلان فان هذه السلسله السلسله من سند الحديث يجب ان تجتزى لانك تريد نص الحديث وتستغني عن هذه السلسله الطويله من الاسماء وهذا ما يدخل في قضيه التفريق بين الشيء الاساسي والشيء الثانوي لانك تريد ان تنقل في تلخيصك الامور الرئيسيه والاساسيه لا غير وتستغني عن الفضول والاستطرادات حتى يصبح هذا التلخيص مغنيا عن الاصل في رصد الافكار ماذا في رصد الافكار الرئيسه وهذا لا يعني ان يصبح هذا التلخيص مغنيا بشكل مطلق عن النص الاصلي فإذا كان يريد أحدنا حسب المثال الذي ذكرته أن يطلع على رأي ابن كثير نفسه وليس على الآراء والأفكار الرئيسة التي ذكرها في تفسير آيات الكتاب الكريم فيجب أن تعود إلى النص الأصلي الذي هو نص ابن كثير، لكن إذا كنت تريد فقط أن تطلع على ملخص المعلومة التي نقلها ابن كثير فإنه يمكن أن تعتمد على التلخيص. هذه الخطوات حين يتبعها الطالب في تلخيص اي مقرر من المقررات التي تقدم له فقد راجع المقرر اكثر من مره لانه سيبدا بقراءه النص الاصلي سيبدا بتحديد الافكار الاساسيه والافكار الثانويه وهذه تعد قراءه ثانيه ثم سيكتب الملخص ثم سيقوم بالموازنه بين الاصل وتلخيصي وهذه تعد قراءه ثالثه للمقرر بعد ذلك بعد هذه القراءات الثلاث سيكون التلخيص كفيلا ب أن يفتح نوافذ في ذهن الطالب لتذكر جميع المعلومات التي مرت به عند قراءة النص الأصلي، في ختام هذه المحاضرة أريد أن أذكركم أحبتي بأن منهج التحرير العربي التحرير العربي قد شرحنا فيه ثلاثة أمور، الأمر الأول هو الإملاء والامر الثاني هو الترقيم والامر الثالث هو الكتابه وتذكرون ما شرحناه في الاملاء من احكام الهمزه واحكام التاء واحكام الالف وحين تحدثنا عن علامات الترقيم ثم تحدثنا عن الكتابه تذكروا معي ان في حديثنا عن الكتابه قد شرحنا خمسه انواع من انواع الكتابه لا تنسوا هذا خمسه انواع من انواع الكتابه تحدثنا عن الرساله ثم تحدثنا عن البحث ثم تحدثنا عن المقاله ثم تحدثنا عن التقرير وفي هذه المحاضره تحدثنا عن التلخيص ولاحظوا ان قد مهدنا لهذه الموضوعات الخمسه قد مهدنا لهذه الموضوعات الخمسه بحديثنا عن الشروط الموضوعيه للكتابه وهي الشروط الخمسه التي يجب ان تتوافر في كل آآ آآ من دخل هذا الميدان ميدان الكتابة سواء كان من كتاب الرسالة أو كتاب البحث أو كتاب المقالة أو التقرير أو التلخيص لا بد أن تتوافر فيه الشروط الموضوعية التي بدأنا بشرحها وبهذه المحاضرة نكون قد أتممنا الحديث عن الجزء الثالث من اجزاء ماده التحرير العربي ارجو ان اكون قد وفقت الى تقديم هذا المقرر بما يحوز على رضاكم ويحقق النفع لكم واسال الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والفلاح في الدنيا والاخره والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته